سلمونا عن جدة بخيتة. يوم إن شاء الله. غريبة إن حسونة ما جاش مع إنه كان عايز يسمع الحدوتة امبارح. ده كويس إنه جاي يومين ورا بعض. تلاقيه راح يلعب كورة ولا صلح التاب بتاعه وعمال يلعب بيه. المفروض بعد ما نرجع من عند الجدة نبقى نروح نطمن عليه. سألت عليك العافية يا بكار. حسونة؟ حسونة؟ أني هنا من بدري. بتعمل إيه؟ قلت للجدة تحكيلي الحكاية قبل ما توصلوا. إيه؟ وأني ما حكيتلوش حاجة. قلتله لازم تستناهم. وديهم جم. يلا بقى يا جدة عشان من امبارح واني عايز اعرف ايه اللي حصل. يلا يا جدة يلا يا جدة. حاضر، بعد ما تاكلوا السندوتشات اللي انا عاملها لكم هحكي لكم بقية الحكاية. لسه هناكل؟ احنا شبعانين. اتكلم عن نفسك. عم شلالي بيسلم عليك يا جدة. الله يسلمه. يلا بقى. دلوقتي بقى ممكن أكمل لكم الحكاية. الأطفال لما عرفوا إن الأميرة هنية تعبانة راحوا جابوا الحكيم عشان يشوفها. والحكيم جه وبعد ما كشف عليها مولاي الملك، أنا شايف إن الأميرة بتعاني من حاجة مش طبيعية. يعني إيه يا حكيم؟ يعني ده سحر. سحر؟ سحر؟ هو في حد جاب للأميرة وادالها حاجة؟ أيوة في ست عجوزة كانت بتكلمها قبل ما تغيب عن الوعي. ودت لها حاجة؟ أيوة يا حكيم، أنا لقيت الوردة دي قدام البيت بعد ما الست مشيت وقبل ما الأميرة تنام. شكي طلع في محله. في إيه؟ دي وردة مسحورة، أول حد بيشمها بيغيب عن الوعي للأبد. يعني إيه؟ الأميرة هنية عمرها ما هتصحى؟ عمرها ما هتصحى. إلا إذا إيه حكيم؟ قولي. إلا إذا لقيت وردة تانية نادرة هي اللي ممكن تصحيها. وفين الوردة التانية دي؟ مشرط الشرير بعتلي رسالة إنه ممكن يصحي الأميرة لو اديتله الصولجان. طب استنى يا مولاي، أصل مشرط لو بقى الملك البلد هتخرب خالص. هيسرقها وهيخرب الدنيا. عايز انقذ بنتي. في حل. ايه لو اصحاب الأميرة قدروا يوصلوا لوردة التنين الاحمر. هي ايه الوردة دي؟ دي وردة موجودة في جزيرة التنين الاحمر، هي الوحيدة اللي ممكن تعالج الأميرة من تأثير الوردة دي. ونوصل لها ازاي؟ المشكلة إنها وردة مسحورة برضو، ومش هتقدروا توصلوا لها إلا لو عملتوا حاجات معينة. إيه هي؟ أولاً ما ينفعش أي حد يساعدكم، وثانياً لو ركبتوا المركب اللي بتوصل للجزيرة ما ينفعش أي حد فيكم يرجع تاني من غير ما توصلوا كلكم للوردة. مركب مسحورة واقفة عند المعبد القديم، محدش هيقدر يشوفها إلا لو عايز يروح جزيرة التنين، ومحدش هيوصل للجزيرة ولا هيلاقيها إلا إذا ركب المركب دي. يعني نعمل إيه؟ أول ما الليل يجي تروحوا هناك وانتوا بتفكروا في جزيرة التنين، هتلاقوا المركب المسحورة. اعملوا اللي المركبي هيقول لكم عليه وانتوا توصلوا، بس لازم تساعدوا بعض وتتصرفوا صح طول الوقت.
واوعوا تتخلوا عن بعض. والرحلة دي هتطول يا حكيم؟ ايه ايام وليالي، وانا مش هستنى اكتر من يومين، ولو ما رجعتوش او رجعتوا من غير وردة التنين الاحمر هدي المشرط الصولجان عشان انقذ بنتي. ان شاء الله هنلاقيها وهنرجع بيها. هو ده المركب؟ ايوه اكيد هو. في اي حاجه تخوف اكتر من المركب ده؟ ياني. طيب وهنعمل ايه دلوقتي؟ حد يكلم المراكبي. يا مراكبي، عايزين ايه؟ عايزين نروح جزيرة التنين الأحمر. وانتوا فاكرينها سهلة؟ احنا متأكدين انها حاجة صعبة قوي قوي. سلام عليكم. استنى يا حسونة، ما ينفعش ان حد فينا يمشي، كلنا لازم نفضل مع بعض عشان نوصل للوردة زي ما الحكيم قال. لو عايزين تركبوا المركب وتوصلوا لجزيرة التنين لازم تدفعوا. ندفع ايه؟ 50. 50؟ 50؟ 50؟ 50 جنيه ملكي. ياه، ده كتير قوي. نروح ناخد من اهالينا. ما ينفعش. هو كله ما ينفعش ما ينفعش. ايه في ايه؟ ايوه، الحكيم قال ما ينفعش ان اي حد يساعدنا. طيب نعمل ايه؟ وعشان يقدروا يدفعوا الفلوس اللي المراكبي طلبها، حسونة عمل حاجة جميلة قوي. حسونة يبقى أني، واخدين بالكو؟ لا، حسونة اللي في الحكاية. عمل ايه؟ أني مش فاهم أنت رحت فين؟ وإيه الحاجة اللي أنت هتعملها وتخلينا نركب المركب؟ أهي. إيه ده؟ أنت جبت الفلوس منين؟ اوعى تكون خدتهم من أبوك. الحكيم قال المفروض نعتمد على نفسنا ومحدش أبداً يساعدنا. بالفلوس دي أنا كنت محوشها بقالي كذا سنة، بحوش فيهم عشان أشتري لي لعبة. لعبة ايه اللي بخمسين جنيه ملكي؟ عجلة بعصاية ملونة وممكن تبقى تركبها. ياه، ومش هتشتري العجلة؟ معلش بقى، صاحبتنا الأميرة هنية تعبانة، يبقى هي أولى. ياه، دي حاجة غريبة، أني مش مصدقة انك ممكن تعمل كده يا حسونة. يسلم، ليه يعني بقى؟ لا، حسونة شاجي صحيح بس جدع. اتفضل اركب، ومش عايز دوشة. ايه مش عايز دوشة؟ ايه في ايه؟ يلا بينا يا واد. على فين يا معلم؟ ما القعدة هنا حلوة. هذا انا جايبك تشمس يا واد. هنركب مركب ونطلع وراه، لازما حتما ومن كل بد نمنعهم من انهم يوصلوا للوردة السحرية ويفوقوا الأميرة يا اخويا. ليه يا معلم؟ ما تخليها تفوق بقى ونخلص من الحكاية دي. اسكت وتحرك يلا، لو ما مشيناش ورا المركب السحرية دي مش هنعرف نوصل للجزيرة. اسف عص ملقط. حسونة، حمام، مسرات، اسحوا، بصوا، شوفوا احنا فين. دي جزيرة التنين الأحمر. معلش يعني، ممكن أسأل سؤال؟ ايه؟ هم سموها جزيرة التنين الأحمر ليه؟ لأن فيها تنين عايش عليه. يا سلام. ايه؟
المسحور اللي فيه الوردة اللي انتوا عاوزينها، واللي عايز يوصل للجبل لازم ينجح في اختبار التنين. مفيش اي حد نجح قبل كده في الاختبار هيموت، وعشان كده انا وصلت ناس كتير للجزيرة، بس عمري ما وصلت حد من الجزيرة لأي مكان